بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية. تعمل وزارة شؤون الشباب والرياضة على تطبيق الخطة الأممية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. وفي إطار ذلك تستضيف مملكة البحرين المهرجان الشبابي العالمي الثلاثاء القادم برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.